يمرر والبحر يسجل هدف الأول. الآن يجب أن نتابع سيناريو آخر. لا زال هناك وقت كافي لفريق الفتح كي يستغل. كان يمكن نقول أنه كيتضح منذ بداية المقابلة أنه ما مركزش بطريقة جيدة. نشوفوا الإعادة. نعم اللاعب الطراوري ما عرفش شنو بغى يدير. ما عرفش شنو بغى يدير اللاعب محمد الطراوري. وعطى لزوكولا كيفين فرصة حقيقية لتسجيل الهدف تاعو. زوكولا الهداف الدوري الإيفواري.